واهلا اهلا بوصفه جديده من وصفاتي مع بهارات ابو صالح. راح نصلح كبسه، مكعبات الدجاج، مكعبات الخضار والفول المثلج. تعالوا انا وياكم نبدا مع بعض. كبسه جدا جدا لذيذه تستاهلكم. راح نبدا اول شيء بتشويح البصل والثوم. عندي مكعبات بصل مع الثوم، بقلبها بشويه زيت لحد ما تذبل وتكشن وتنحمس وتطلع ريحه البصل الخنينه. على ما ينحمس البصل، تعالوا بس بكلمكم شوي عن بهارات ابو صالح. تبارك الرحمن، معروفه من زمان وما تحتاج لا شهادتي ولا اعلاني. الاصدار القديم هذا هو بالشكل هذا، وهذا الاصدار الجديد. الجوده نفسها تبارك الرحمن، الطعم نفسه، المكونات نفسها، الاهتمام بالنظافه، الاهتمام بالتفاصيل كلها، حتى وشلون يحطون الكميات البهارات، شلون يوزنونها مع بعضها، هي كلها نفسها. اللهم انهم جددوا بس بشكل العبوه. نفس الشيء كاتبين لكم كل الاشياء اللي هم يستخدمون، بس وش اللي يفرق عن بهارات ابو صالح عن غيرها؟ انهم هم يعرفون يوزنون هالمكونات هذه كلها بحيث تطلع لنا النتيجه الفتاكه. اي نوع طبخ تحطونه فيه راح يكون ألذ وألذ. إن حطيتوه بالكبسات، إن حطيتوه بالصواني، إن حطيتوه بالمحاشي. انحمس عندي البصل وطلعت الريحة الخنينة. راح أضيف الآن معجون طماطم وشوي من معجون الفليفلة، وأقلبهم لحد ما يطلع عندي زيت الصلصة. طلع عندي زيت الصلصة، راح أضيف الآن مكعبات دجاج، قدر دجاج وقطعة المكعبات. نفس الشيء راح أقلب الدجاج مع الصلصة الحد ما يتغير اللون. فتحت لكم العلبة القديمة يا بنات عشان تشوفون، هي نفسها البهارات ما تغيرت تبارك الرحمن. مثل ما قلت لكم تقدرون تستخدمونها بالكفت، بالسمبوسة، الشوربات، صواني الخضار، الكبسات، كل شيء حطوا فيها، حتى الأكل الإيطالي حطوا فيها وشوفوا الطعم يجنن يا بنات. تقدرون تطلبونها من الرقم اللي أنا أحط لكم، وبنفس الوقت أحط لكم نقاط البيع بالإنستغرام حقهم. يجي الحين دور البهارات. راح أضيف بهارات أبو صالح رشة حلوة، وما راح أضيف شيء غيرها إلا الملح. كل شيء موجود فيها، كركم، كزبرة، ثوم، ثمار، كل شيء. راح أضيف مع كبستنا اليوم الفول المجمد. هذا هو أهم شيء بنات، إنكم تطلعون القشر. مخلية واحد بس عشان تشوفونه، شيلوا القشر وخلاص. نضيفه لكبساتنا، طعمه جدا لذيذ بالكبسات. وراح أضيف هنا مجموعة خضار مقلية، اللي تبون كوسة، باذنجان، بطاطس، جزر، أو الخضار المجمدة. راح أقلب الخضار والدجاج مع بعض وأتركها على نار جدا هادية، ونروح نسلق الرز. عندي هنا الرز، راح نسلقه بشوية زيت وشوية ملح وهيل ومسمار لحد الاستواء تقريبا. عندي هنا الصينية اللي راح نضيف لها الرز والخضار. بالقاع راح اضيف مثل ما انتم شايفين، عندي هنا زبيب، عندي صنوبر محمص، وعندي بصل محمر. الطبقه اللي بعد الصنوبر والزبيب والبصل المحمر بتكون طبقه خفيفه جدا من الرز، ما راح اكثر، طبقه خفيفه من الرز. وبعدها بتكون طبقه الخضار والدجاج، بيكون طبقه خضار ودجاج وطبقه رز، يعني بالتبادل ما بينهم بهالشكل. راح اضيف طبقة رز الان، وبعدين ارجع مرة ثانية لطبقة الخضار. اخر طبقة بتكون رز، راح اغطي طبقة الخضار بالكامل بهالشكل، وبعدها على الفرن كذا ابو بس 10 دقائق، مجرد انها يعني تتنكى والطبقات تتجانس مع بعض. طلعت الصينية من الفرن بعد تقريبا ربع ساعة، قلبتها قبل ما افتح الكاميرا لانها حارة. نرفعها الان، ودي تشمون الريحة يا بنات تبارك الرحمن، داخل العقل.